وهو يخرج في آخر الزمان، يخرج في اليهود، وتجمع اليهود الآن هذا إرهاص لخروج الدجال، تجمع اليهود في فلسطين إرهاص لتجمع إرهاص لخروج الدجال فيهم، لأنه يخرج في اليهود ويحصل منه فتنة عظيمة ويجول في البلاد، وما من بلد لا يدخله إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما، ولكن الأشرار الذين في مكة والمدينة يخرجون إليه، ما يبقى فيها إلا أهل الإيمان، لأن ترجف المدينة ترجف فيخرج منها كل منافق، ولا يبقى فيها إلا أهل الإيمان الصادق إذا جاء الدجال.